اعتقد كل هذه الاجيال من 76 ل 80 او من 76. لا وقبل كده لما رحت سافرت كندا عشان طاهر الشيخ ما كنت ولما تطوع. عملت في هذه المساله وانتخب عضو مجلس اداره في النادي الاهلي وسكرتير لعدد من الالعاب تنس أيوه. الطاوله تنس او كره وهاندبول طبعا وكلها بتطوع. اللي ورا ان المهندس عدلي يحترف العمل في النادي الاهلي كابتن صالح سليم عليه رحمه الله، لانه في فبراير 92 المهندس عدلي نجح عضو مجلس اداره في قائمه الكابتن صالح في المجلس الانتقالي اللي استمر من فبراير 92 لنوفمبر 92 مع اخرين كانوا الاول مره يدخلوا وقتها المهندس ابراهيم المعلم والدكتور حسام بدراوي واللواء سفير نور واللواء فاروق رجب. ثم في نوفمبر 92 ترشح المهندس عادل الخيعي تاني ضمن قائمه الكابتن صالح، وقتها لم يحالفه التوفيق اسقطوني عشان ابقى مدير النادي، وتبين له بعد كده انه كابتن صالح مش الكابتن صالح زمايلي زمايلي اللي في ما تحمسوش لانتخابه كانوا بيشيلوني من الاسد عشان يجي مدير نادي، ثم يختاروا الكابتن صالح باصرار شديد انه يجي مدير عام للنادي الاهلي. ايضا على صعيد المحترفين الاهلي بيتسلم البطاقه الدوليه للكابتن حسام غالي من النصر السعودي بعد ما عاد للنادي الاهلي، والكابتن حسام البدري تحدث عن فرصه حسام غالي في المشاركه. والحقيقه انا سمعت الكابتن حسام البدري وهو يتحدث مع مدام لميس الحديدي بكل التقدير لحسام غالي وقيمته ومكانته ودوره مع النادي الاهلي وتاريخه مع الاهلي، يمكن فيه كثير من الاحترام اعتقد اللي رد بيه كابتن حسام البدري عن علاقته بلاعب واحد من اللي دربوه تحت السن، وبيرد على كل الشائعات اللي تتردد حول طبيعه العلاقه زي اللي اتقال. يعني بصوا حسام البدري هذه فرص غالي في المشاركه، وهو الراجل ما حددش فرص، ولما سئل امتى يلعب قال يعني حسام غالي دلوقتي لعيب في الفريق واحنا لسه سامعين انه البطاقه لسه جايه، فقال انه هو دلوقتي لعيب في الفريق، فكره اشراكه في المباريات خاضع للمعايير الفنيه شان كل اللاعبين، لكن مفيش قواعد وضوابط واتفاقيات انا وافقت انه يرجع بس ما يلعبش، مفيش كده. او بس يلعب. او بس يلعب. هتنطبق عليه فرص كل المعايير الفنيه. طبعا. وقال لك البدري يرفض مشاركه غالي قبل حسم الدوري، وكانه غالي حاجه قليله. ده الكلام برضه القليل قوي الحقيقه. يعني اصل على لعيب تسمح لي ده في ده المصري اليوم بيقول فرصه حسام غالي في المشاركه واشاده ابو حسام نقلا عن الوطن. الوطن خد من منظور وجهه نظر الكاتب انه حسام يرفض على مشاركه حسام، لكن هتجد ان المضمون واحد انه الفريق ماشي كويس وعلى حسام ان يتنافس عشان يكون موجود لكنه قادر على هذا. هذه المسألة. فهي العنوان بيطلع من الموضوع حسب رؤية الكاتب. والخلاصة إن حسام غالي لعيب في الفريق يخضع لكل المعايير الفنية. لعيب له اعتباره وقيمته وجماله وعظمته وتاريخه وكل حاجة. طبعًا.